مرحبا بكم. موجات حر تضرب مناطق مختلفة في العالم، وموجات جفاف قياسية، وفيضانات اجتاحت 3 قارات في الأسابيع الأخيرة وفاقمها الاحترار العالمي. فيضانات مفاجئة أودت بحياة العشرات في أفغانستان. أما في الصين فقد عاشت مشاهد مرعبة أدت إلى وقوع 100 قتيل جراء فيضانات اجتاحت الشوارع وأخذت معها كل شيء. فيضانات صدرت لنا صور دمار ومعاناة في عدد من دول العالم على رأسها ألمانيا. هذه المشاهد أثبتت أن المدن الكبرى في العالم ليست مستعدة للتغيرات المناخية، مئات القتلى والمئات في عداد المفقودين. فما الذي يحدث في العالم؟ وما الذي يمكن أن تقدمه مؤسسات العالم وسط تنامي الكوارث الطبيعية في العالم؟ انطلقت مفاوضات عبر الإنترنت ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة بهدف البحث في المصادقة على تقرير علمي أممي سيؤسس لقمم مرتقبة خلال السنوات المقبلة تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض. فهل يستطيعون تحقيق هذا الهدف؟ تغير العالم منذ آخر تقييم شامل صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2014 بشأن الاحترار العالمي في الماضي والمستقبل. وفي ظل موجات الحر والحرائق والفيضانات كان لابد للعالم أن يتحرك. وقد رفع التلوث الكربوني الناجم عن إحراق الوقود الأحفوري وتسرب الميثان والزراعة الحرارة ب1.1 درجة مئوية حتى الآن، فيما تزداد الانبعاثات مجدداً بعدما توقفت لمدة وجيزة على خلفية تدابير الإغلاق التي فرضها كوفيد-19 بحسب الوكالة الدولية للطاقة. والنتيجة الآن أمام هذه المشاهد المدمرة أن عدم التحرك يهدد بمخاطر وخيمة العواقب. تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كشف في عام 2018 عن مستوى الدمار الذي يتسبب به ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين بالنسبة للبشرية والكوكب. الأستاذ في جامعة ماينوت بيتر ثورون الذي كان من أبرز الشخصيات التي صاغت تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكد أن درجة ونصف مئوية باتت الهدف بحكم الأمر الواقع. والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة في ظل هذه الظروف المناخية المميتة حول العالم، هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ هذه الفيضانات العارمة في أوروبا خلفت دماراً كبيراً في بلدان غرب القارة، فضلاً عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص في ألمانيا وبلجيكا فقط. وجاءت الفيضانات نتيجة هطول أمطار استمرت لنحو 2 يوم بما يعادل مقدار هطول أمطار لنحو 2 شهر. وخلال ساعات امتلأت الممرات المائية الضيقة لتتدفق مياه الفيضانات هادرة وتدمر في طريقها الكثير من المباني القديمة والجديدة، فيما تقدر تكلفة إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بمليارات الدولارات. ظروف مناخية مميتة حقاً. ويبقى التساؤل، هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة في ظل مواسم الأمطار الشديدة التي تشهدها أوروبا؟ إذ تضررت مناطق كثيرة في الصين والهند جراء فيضانات قياسية فاقت قدرة السدود والمصارف وأغرقت شبكة مترو الأنفاق في وسط الصين. وأسفرت الفيضانات عن مقتل العشرات فيما كان مقدار تساقط الأمطار أكثر من معدلاتها الحالية. وتوقع علماء أن ظاهرة التغير المناخي ستزيد من خطر هذه الأمطار والفيضانات،
إذ أنها تتسبب في زيادة معدل دفء الغلاف الجوي ليحتفظ بمزيد من الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة غزارة هذه الأمطار. ظروف مناخية صعبة للغاية. في مناطق أخرى موجات حرارة غير مسبوقة، مثلاً في كندا وأمريكا، حيث باتت موجات الحر غير المسبوقة أمراً شائعاً في عدد من ولايات أمريكا كواشنطن وأوريغون، وكذلك مقاطعات كثيرة. وتسببت المستويات القياسية من الحرارة الناجمة عن قبة حرارية نادرة القوة، حيث حبس الهواء الساخن لأيام، في وفاة المئات. وقد سجلت قرية ليتون الكندية على سبيل المثال درجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية، هي الأعلى على الإطلاق على مستوى البلاد. إن هذه المشاهد تثبت أن كوكب الأرض يتعرض لظروف مناخية قد تغير المعادلة في العالم في أي لحظة. ويبقى التساؤل الملح، هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة في ظل هذه التطورات الخطيرة؟ العواصف الرعدية من جانبها مستمرة، والسبب حرائق الغابات، إذ انتهت موجة الحرارة في جنوب ولاية أوريغون الأمريكية قبل فترة، لكن الظروف الجافة التي خلفتها زادت من خطر اندلاع موسم هو الأسوأ من مواسم حرائق الغابات في تلك المنطقة. وأدى حريق أوريغون إلى إحراق مساحة تقترب من مساحة مدينة لوس أنجلوس في غضون أسبوعين فقط، ليصل الدخان إلى نيويورك. ووفقاً لدراسة حديثة، فإن هذا الطقس السيء كان من المستحيل حدوثه بشكل عملي لولا ظاهرة التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية. وإذا ما اتجهنا إلى غابات الأمازون، فهناك المصير مجهول، إذ تعاني مناطق وسط البرازيل من أسوأ موسم جفاف منذ 100 عام، ما ضاعف من مخاطر حرائق الغابات. وأيضاً إزالة أشجار ونباتات غابات الأمازون المطيرة بوتيرة أكبر. وقال باحثون مؤخراً إن مساحات كبيرة من الغابات تحولت من امتصاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض المعروفة باسم الاحتباس الحراري، لتصبح مصدراً لهذه الانبعاثات، ولتقترب غابات الأمازون بدورها من نقطة تحول كبيرة. أضف إلى ذلك أن عدداً من المجتمعات على شفا الموت جوعاً، صدق أو لا تصدق، بعد سنوات من الجفاف الحاد يعاني قرابة 1,000,000 شخص في مدغشقر على سبيل المثال من انعدام الأمن الغذائي، إذ يضطر كثيرون إلى أكل الصبار وأوراق الأشجار وحتى الجراد في وضع يرقى إلى المجاعة. ويقول العلماء إن الوضع المتردي في مدغشقر يشكل أول مجاعة في التاريخ الحديث، وقد وصل عدد النازحين جراء الكوارث الطبيعية في عام 2020 إلى أعلى معدل له في 10 سنوات، إذ بلغ رقما قياسيا تجاوز عتبة 55,000,000 شخص فروا إلى أماكن أخرى في بلادهم، واضطر قرابة 26,000,000 شخص إلى عبور حدود بلادهم واللجوء إلى دول أخرى. وهم يواجهون هذه الأزمات المناخية التي تأخذ في طريقها كل شيء. ترى ما الذي يحدث في هذا العالم؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.